الوالده ديالي كانت عيانه حتى لدرجه انها وقعت لها التغيب، ديناها للكلينيك في الدار البيضاء، صحات شويه ورجعنا على اساس انه قال لك راه السيده غتكون عندها واحد الاوبراسيون ضروريه، جناها للدار باش اننا حتى نقرو باش نديرو ليها عمليه اوبراسيون. من بعد انها بدات كتدهور الحاله ديالها وبدات انها كتحس بالعياء وتغيبات على الوعي ديالها. من بعد اننا نقدناها وديناها رديناها للمصحه في الدار البيضاء، عاود ديناها للمصحه للدار البيضاء وحاولوا انهم باش ينقذوها يديروها الانعاش ينقذوها، ولكن الوالده ديالي عيانه بزاف والسكر طالع عليها بزاف حتى لدرجه انها ما عاقلاش على راسها، ما كتحرك لا ايديها لا رجليها. ومن بعد ان مشينا للغد لوبيطال الكلينيك قال لينا وديرا الوالده عندكم راها عيات البارح وراه القلب ديالها توقف، القلب ديالها توقف وراه حاولنا ان نقضوا، دابا راه غير الاكسجين والسيده باقا كتحرك فيها الروح باقا كتنفس، راها سيده ما ميتاش غادي يديها للدار حتى يدير الله ما دار وتسنى الاجال ديالها. جناها حنا للدار هنايا، من بعد ما مول لومبيلونس حيد داك التيو ديالو ديال الاكسجين قال لينا ودي هاد السيده اش نقول لكم راه حيدنا لها داك ركنه اكسجين، وراه دابا من حيدنا لها التيو ديال الاكسجين السيده راه توفات الله يواليها برحمه الله. من بعد ان حنا بقينا حنا كن مشينا عندها لقينا ان السيده باقا كير تتخرخر هنايا في الفم ديالها ولكن التنفس ما كاينش. درنا اتصال باش يجي الدكتور ديال هنا ديال المصلح ديال الاموات هنا برشيد، ما لقيناش، كان خارج التغطيه كان خارج مع هذا، المهم ما كانش هنا برشيد. الدكتوره اللي تابعه لي ما بغاش تجي، جات هذيك الفرمليه، هذيك الفرمليه جات دخلات عند السيده خرجت الدار كاملين، لا الزوجات ديالنا ولا الاخت ديالنا ولا العائله خرجتهم كاملين، قالت لهم خلونا نبقى معاها. من بعد بقات السيده معاها بوحدها، حاولت انها دارت ليها البيل في عينها ولكن الوالده انه هذاك السكر راه ضارب ليها العينين ما كتشوفش، الوالده كانت انها ما كتشوفش حتى هي انها ما عارفاش واش كتشوف ولا لا، قالت لك انها السيده راه توفات، قالت لك اننا حنا قلبنا ليها النبض ديالها والايد ديالها ولكن راها السيده راها توفات الله يوليها برحمه الله. صافي قالت لينا عطيوني المعلومات ديالها وداكشي، وقيدت لينا ورقه ديال الوفاه وطبعات فيها او دارت سينات فيها. ومن بعد دينا السيده جاو الناس غسلوها وكفنوها وديناها الروضه، انها هنا من طلع الامبولانس تململات القلب ديالها ضرب في واحد اللحظه وتوقف. من يدينا الروضه كنصليو على السيده صلاه الجنازه حتى بان لينا انها السيده راه مازالت على قيد الحياه وباقي كتنفس. من بعد هزيناها الامبولانس وحلينا ليها الكفن على وجهها، دخلها الاكسجين وتنفسات. من بعد نقلناها للمستشفى ديالنا المحلي بالرازي وحاولوا انهم باش يعملوا ليها الاكسجين وينقذوها، لكن الوسائل ما عندهمش انهم باش يسعفوا ويديروا ليها الاسعافات الاوليه للسيده. من بعد كتبوا لنا انه خاصنا السيده ننقلوها للانعاش بمدينه سطات، دينا لمدينه سطات حتى هما قالوا لنا بان السيده قلبها الدكتور في عينيها، قال لك السيده راه شبعانه موت. من بعد انا قلت ليها دكتور هذه راه ما ميته السيده راه كتحرك، عاود قال لك لا هذه شبعانه موت غطى ليها راسها. قلت ليه شوف دكتور راها كتململ، شوف المانطا ديالها باش كانت سيده مغطيه، حتى لقى انه القلب ديالها باقي كيضرب باقي كينبض. من بعد قال لك طلعوها الانعاش، وهذا الشيء اللي وقع طلعناها الانعاش واليوم انتقلت الى رحمه الله.